تفضل. شو عم ينزل المطر برا؟ لا حبيت اخذ دوش بتيابي. مطر برا. اي والله مطر. جوا جوا مع هيفا. بس في مشكلة فما بتوقع تطلع قريبا. شو بتحب تشرب اليوم؟ جيب له مثلي. شو وين يا؟ هلا أنا بعرف إنه بالأخير رح يكون في معي قلب مكسور. بس ما عم بقدر وقف. لحظة شوي تاني. بدك تعطيني وقت. أول مرة بشوف فيها رومانسي. وسام أنا طول اليوم بفكر فيها. في شيء استحواذي غريب يعني. هلا أنا بعرف إنه في له سبب بس هذا الوضع اللي أنا فيه ما هو طبيعي أبدا. هذا الوضع مو طبيعي لواحد مثلي وبعمري. بنتي اليوم طلبت مني إنه أبقى. ما حسيت على حالي كيف طلعت. تركتها وجيت. ولا أنا بعرف إنه ممكن شوفها وممكن لا. هلا انت ليه عم كابر؟ ما عم كابر اخي بالساعه ما عم كابر. بس انا لما بشوفها بحس انه النبض هرب مني. اليوم شفتها قدام المدرسه اختنقت. شفتها مع طليقه. معقول انك مو حابب تفكر بكارمن؟ في شيء يقيني بسام اول مره بحسه. في حدا يعني كيف بدي اقول لك؟ بدك تكمل معه؟ رايح معه بكل التفاصيل؟ ما في شك باي احساس عندك؟ ولا انا حاس حالي اجدب؟ وانا حاسس حالي اذا متت ما حدا رح يلاحظ اني غبت. بسام بسام انا عم انتظر شيء من زمان. من زمان كتير ما انتظرت شيء. واذا هلا بتسالني بقول لك ما بعرف شو ناطر تحديدا. وانا ناطر تقول لي لا انا رح لاحظ انك متت. وسام شو بك؟ ولا شيء. الوحده رح تذبحني. انا هيك ما رح اكمل. ما رح اقدر اكمل. حاسس حالي اني رح اتجوز اي حدا مشان يكون معي حدا. وسام الحب هو الوسيله الوحيده لحتى ما تحس حالك وحيد. انت مو انت وانت عشان. شو هالحديث؟ جد شو هالحديث؟ اخي رجعت ايام القديم ما حبيت لك الاصدار بنور. كنت امبارح ما كان فيك شيء. شو بك؟ كأنه قطعت المطرة ولا لسه؟